سوريا بخير، احنا بخير. اخذ من خيراتها ويجيني مصاري بها واحتفظ بها يعني كذكرى. من اول وحده من اول يوم لهلا ما بتلف.后一叠信封最早的日期是2016年10月2号。慈济在土耳其持续造福叙利亚难民。هذا معنوي وليس لا يساوي شيء لكن معنوي يعني أنت تعرف نحن تجي مؤسسة نقف معكم يعني. 眉头深锁，因为眼前是黑暗。六岁女孩法迪亚脑瘤手术失败导致失明。الأعصاب أثناء العملية لما شالوا الكتلة جرحت معهم أعصاب العين طرفين. 这一家妈妈在叙利亚市学校校长，内战颠沛，丈夫音讯全无，她独自带着孩子逃往土耳其做清洁工。دكتور أسنان. لأن my mom أمي you are very nice. تشكر. ليش على الدراسة اللي قدم لنا إياها وبتشكره على هاي المدرسة وبتشكره على كل شيء يعني هو. 三个家都是漂泊的扶贫，正在慢慢重新长出归属感。傣新闻真善美之工艾哈迈德穆罕默德土耳其报道。